يسمع انه في زياده على طول راح البنك، انا اذا زادوني 150 دينار كم اقدر ازيد فعلا قضي. ترى الكلام اللي قاعد اقوله صحيح. شوفوا شوفوا انا كيف موظف في احدى البنوك لما يدق علي واحد بمجرد ما يزيد راتبه 50 دينار يبي يجدد قرض، اذا هذا عنده مشكله والله هذا. لما يقول لي واحد اخوي عندكم شروط القرض بالسياره، انت زاراتك زاد 50، انت بتاخذ سياره ليش؟ لا مو اي سياره زين، انا بجدد ما يبون اي سياره. لا احنا خلاص مو بالبنك، ما يصير الحين. زين خلينا نط معاك على القطاع السياحي اللي موجود بالكويت الميت. بالعكس شركه لا عندنا اكوا بارك، لا انا داشك داشك عندنا مشروعات سياحيه، شركه المشروعات السياحيه شركه مملوكه للدوله ميزانيتها بالملايين، شنو اللي قاعد؟ لحظه لحظه لحظه، ما عندنا مدينه ملاهي واحده. انت ليش مدينه اللي سووها تو الجديده هذه مالت علم بيجو ما شفتها؟ علم بيجو؟ اي هذا علم بيجو الحين يعني قاعد تنافس علم فراري. علم لادة، علم لادة، لا علم بيجو ايش فيك؟ ما افتحوها على السنة الجديدة بس الاسم يركض بروحه بس بدون بيجو. زين ايش رايك؟ هذا بالري قطاع السياحة المبهر اللي موجود عندنا بالكويت. شوف نرجع، شوف انا لاحظ كل شوي قاعد ارجع تنمية. لا لا مو بس خطة تنمية، الناس راح ارد مرة ثانية حق نفس الموضوع اللي هو يا جماعة انتم كشعب وينكم؟ شنو دوركم؟ صحيح. انا الحين اليوم اقعد حطم، اني قاعد بالبيت ما عندي شغل، ويكند لازم اروح مخيم وارجع يوم السبت، خلص الويكند كله وانا بالبر ما عندي شيء اسويه، ليش؟ شنو اللي يسويه؟ المساكين والله يغرقون بالبحر بالصيف وبالشتاء يغرقون بالتراب. شنو السبب؟ زين وعي بعد هو شو يسوون؟ ابي وسائل ترفيه، ابي امور اقضي فيها وقتي. سياحه داخليه، سياحه طبيه. هل انا اليوم كمواطن اقدر اروح اسوي لي مدينه ملاهي بروحي؟ لا طبعا. بالضبط لا. اروح حق ممثلين الامه او الممثلين انا اللي لا انا اتخذتهم برا الكويت، ما ممكن يا اخي تعال. وفعلا صار هذا حاصله في احد الاشخاص وبنى منتجع كامل. صح. اروح حق شخص معين، يا اخي اروح حق ممثلي، تعال يبا نبي سياحه، نبي تشوف لنا الموضوع الفلاني، ليش ما عندنا؟ ما راح يساعدونك. راح يكسرون لي هذيفك لين ما خلاص كلمت. الحين منتخبات، اليوم دوري احاسبه. تعال انا لما قلت لك كذي وين رحت؟ انا لما قلت لك كذي وين رحت؟ وليش ما سويت كذي؟ وليش ما سويت ليش؟ مشكله النواب مجلس الامه اذكيه ترى، ما هم اغبياء. اكيد. يعني انا اليوم ممكن ما اعطيك بيت، ممكن اعطل تعليمك، ممكن ادهور حياتك، لكن مجرد ما قلت ترى انا زدت راتبك تنعمي. يلعب على الوتر الحساس. خلينا نشوف دائما اغلب الزيادات ترى اللي يرفضونها كم؟ 2 3 4 فعلا عندهم مبدا. لكن الباجي وان كان لهم وجهه نظر زين يلا هذه فيها جوتيين يده وان كان وان كان لهم وجهه نظر لا فعلا وان كان لهم وجهه نظر حسكم الله طبعا بصل عليكم اي لا لان صدق وقاعد يقول لك من منطق يعني ان انت اللي يبون الزياده عالم اساسا هم ما يعرفون شنو يبون لكن اللي مرافض الموضوع هذا لانه يدري ان فلان هذا ما يستحق انه ياخذ زياده وهذا ما قاعد يشتغل ليش ياخذ زياده وانا اللي قاعد اتعب وافحط من الصبح لبالليل ومداوم وهذا واروح استلم زام ثاني وما يعطوني زياده ليش؟ زين دام وصلنا على طاري السياحه وعلى طاري هذا يعني زبده الحكي او اللي ما قبل الزبده على قولتهم شنو الشيء اللي تترجاه من المجلس الجاي؟ شنو في امنيات عندك او اشياء تتوقعها انها بتتحقق 2012 اذا ما كانت نهايه العالم؟ هذه خيال طبعا. عندك امنيات؟ عندك امنيات خيال ما يعني ما راح يمدهم يطورون. انا ما راح اتمنى شيء، ما راح اتمنى والله العظيم جابر تبي الصراحه انا من الناس اللي دائما يعني 2012 قاعد ادش الانترنت واشوف انه في ناس حضرات المايا والما ادري من يقولون ان 2012 نهايه العالم. فقاعد اضحك يعني على اللي صار 12 بدر 21 12 2012. يعني نفس لما يقول لك علامات يوم القيامه بدات تظهر نفس المنطق. ليش ما شفت انه سووا فيديو استغفر الله يا ربي اثنين اماراتيين مسوين فيديو شلون صايره نار جهنم؟ مو بعيد. لا عاد هذه ما حد يقدر يحصرها، هذه بعيدة عن اي واحد ممكن يسويها. والله من فوق من النار، وانتم ايش دراكم شنو النار؟ نار تاخذكم على اللي قاعد تسوونه. اذا ما كانت 2012 نهايه العالم والكويت بعد كل هالسنين من بعد 100 سنه قررت انها تنمي وتطور، شنو انا امنيتي مو من المجلس؟ امنيتي مو من المجلس، امنيتي انا من الشعب نفسه. من الشعب نفسه انا ارد قاعد احمل الشعب كل اللوم. عندك 50 عضو بس، شعب الكويت ايش كثر؟ صح. لكن احنا اليوم عندنا 50 عضو هم اللي يمثلوننا، انا ادعو الشعب اليوم يروح صناعه الاقتراع حتى لو ما كنت مقتنع ولا مرشح، مجرد روحتك لهناك تقط ورقه فاضيه بيضه اذا انت اثبت حق الناس ترى انه ما له واحد فيكم كفر. بس انا قلت جابر وايد ناس يروحون يرشحون ويكون الانسان وايد زين ومحترم لما يروح المجلس. انا الحين عندي مثلا عندي اوراق وعندي خطط تنميه وعندي كل شيء، مخي نظيف، مخي الديره، قلبي على الديره، كلمه صاحب السمو اثرت فيني وبتشتنا كلنا طبعا. اللي قلبه على الديره صدق لما يسمع ان
ابو الكل هنا عندنا بالكويت الله يحفظه ويديمه فوق راسنا قاعد يناشد قاعد يطلبكم يعني تعالوا سووا شيء الكويت ناديكم ابونا قاعد يناديكم وفوق هذا كله بعدها بكم يوم يجيك فرعيات وتيك ماي شنو تيك ماي قبليات بس لما يروح مجدد شاهدي اسراري شاهدي ان الواحد لما يقعد بالمجلس عنده ما حد يسانده يعني عليه 49 واحد شو يسوي؟ تصير في محسوبيه تصير في ناس كباريه اكبر منه هم اللي يقنعونه ويخلونه ما يسوي اللي هو تعبان عليه واللي هو مخطط له بالضبط والله شرع اللي صعدوه ما انا قلت لك هو كان زين لا كان زين تعال الانتخابات اللي وراها بتفلت مني ترى كلها 4 سنين غمض عينه بطل عين تعدي بالضبط اجي لك الانتخابات اللي وراها احاسبك لكن الانتماءات هذه العنصريه اللي قاعد تصير عندنا ترى هذه هي المشكله في كل شيء صح انزين الاشياء خلاص انت قلتها الحين انا اترجى اشياء من الشعب مو من المجلس شنو الاشياء اللي ترجاها من الشعب شنو الاشياء اللي يحسن اختيار ممثلينه اوكي اختيار ممثل على اساس ان هذا الشخص عنده منظور وطني عنده فكره عنده خطه يقدمها للمجتمع عنده خطه ينمي فيها البلد سواء من جانب التعليم او الصحه او الاجتماعي او الثقافي او ايا كان والمنظور الوطني عند جابر شنو بالضبط الانسان اللي يخاف على ديرته الانسان اللي يخاف على موارد ديرته من الاستنزاف الانسان فعلا اللي يبي مصلحه غيره قبل مصلحته الكل يقول هالكلمه جابر صح الكل يقولها بس ما حد طبقها هني نقول وين التطبيق؟ إيه صح ارجع حاسب ممثلينك والله تعال أنا الكاسكوات يعني عزك الله عزك الله طبعا عزكم الله الكاسكوات من كثر ما سمعوا هذه الكلمه كاسكوات لطيور يعني قاموا يقولونها قلبنا على الكويت قلبنا زين نبي تطبيق خلاص دام مو كلنا نبي تطبيق لا حد يصوت حق ناس تدرون انه هم مو كف حطوا نفس ما قال جابر ورقة فاضيه الحين فرصتكم ورقة فاضيه قطوها 10 20 30 40 اللي تقدرون عليه قطوا مو 4 أصوات لكم قطوا 4 أوراق داخل والله العظيم لا تصوتون اي كواسكو وليس كاسكو تبون نشوف الوضع بشكل عام لما تكون الانتخابات ناس تكون يوم الخميس اذا ما خاب ظني عدل لما اقول حق واحد تبي تصوت تقول لي لا فيها اجازه اربعاء خميس يمع السبت اسافر ايش تفيدك؟ مستقبل ديرتك مستقبل عيالك يا اخي بيتك فلوسك ارضك عرضك مالك كله على العموم ابو جبره ما شاء الله عليك انت ادري احنا حسينا فيك وما شاء الله الوقت طار وداهمنا وياك ما كان ودنا ان انت يعني يخلص وياك السيجمنت الاخير بهالسرعه هذه على العموم كلمه اخيره تجي تقولها حق تلفزيون الشاهد وحق الشباب اللي قاعد يتابعون بالنهايه نتشرف احنا اليوم في وجودنا في تلفزيون الشاهد ان شاء الله الله يسلمكم ونتشرف زياده ان اليوم قاعد نمثل شباب فعلا يبي يهدف وانتم اللي استضفتونا في هذا المكان الله يسلمك بالنهايه هم شباب هم اساس هذا الوطن استضافتكم للشباب هي اللي راح تنور عقول الناس نفس ما قال اخوي نواف ملينا خلاص ملينا تعبنا نواف حكي يا اخي خلينا نسمع دور الشباب الشباب لهم دور وايد كبير احنا اليوم لازم نغير احنا اليوم فعلا قدامنا انتخابات مصيريه وايد نواب بكشف اوراقهم يا اخي غير خل مصالحك الشخصيه على جنب وخل قناعاتك داخلك ولا تبيع ضميرك صح والله شوف حمود قبل لا تختم ريون من هي مو ختام هذا يعني السيجمنت الاخير يعطيك العافيه ريون لو تقدرون تدشون بس صوره حق الشيخ جابر تاثر حق الشيخ جابر وهو قاعد يبكي لما راحت الديره اي اول كان تذكرون هذا المنظر لما كلنا بكينا يعني استاذ محمد الملا صح استاذ محمد الملا قالها كلنا بكينا صج لما قال الله يلعن من يجرح قال نسيتوا لما بكيتوا بالغزو قبل الكويت والحين الله يلعن اللي يبي يخرب الكويت يعني العموم الله يصلح الحال اذا كان في حال هذه كلمه طبعا ما نبي نتاثر ما نبي نبكي انت نواف قام تبكي مشاهدينا كانت الحلقه وايد جميله جدا صراحه مع جابر الكندري اخونا ناشط سياسي ما شاء الله تيليش لان امس الكندري كان موجود واليوم انت شكراني كلكم ما شاء الله عليكم ربع يعني فديت روحك يطول بعمرك طبعا احنا شاكرين لكم وباكر ان شاء الله ملتقانا معاكم جادرينج شو مع طنطوم الابطال بيس حبتين